الهم مهما جد وصار ساعد بين نهار وبشتي ما بتحتار نحن اخترنا الجار قبل الدار جيران نحن وانتو يا جار دايما لبعض مهما جد وصار ما حد في جماعتنا ما في شي بيفرقنا نحن اخترنا الجار سوا منرحب بمقدم برنامج الجار قبل الدار ميشيل أزي. مساء الخير لجميع مشاهدي تلفزيون المستقبل وحضورنا الكريم واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الجار قبل الدار. بكل حلقة من برنامج الجار قبل الدار بيكون معنا عيلتين، هول عيلتين هن جيران واهل رح يلعبوا معنا. صحيح هن فريقين بس بيلعبوا كفريق واحد ليوصلوا معنا بختام الحلقة، يا اثنيناتهم بيربحوا يا اثنيناتهم بيخسروا. قيمة الجوائز 6000 دولار، مقسمة 3000 دولار لكل عيلة وهي مفروشات من عند بطل ديزاين. معنا عيلتين اليوم مهضومين، بيعرفوا بعضهم كتير منيح ومثل الأهل، صار لهم أكثر من 20 سنة أصحاب وأصدقاء وجيران، بيعرفوا تفاصيل دقيقة عن حياتهم الأسبوعية وحياتهم اليومية وتقريبا بيشوفوا بعضهم يوميا. بدنا نستقبل اليوم عائلتين نتعرف عليهم بروبورتاج ونرجع نستقبلهم داخل الاستوديو. اليوم مشوارنا أخذنا على منطقة عوكر بالمتن، بدنا نتعرف على بيت يمين وجيرانهم بيت الأزي. يلا نزلق. توني عسكري متقاعد وبالوقت الحالي بيشتغل بتخليص المعاملات بالدوائر العقارية، بس أحب شي على قلبه تعليم السواقة. توني ولورا مرتهم معلقين بالبنات كتير، وشو ما كان عندهم عالساعة 2 بيتركوا البيت طيطلعوا يجيبوا ريتا وماريا من المدرسة. لورا وميشلين كتير أصحاب، على الروحة وعلى المجي بالسيارة بيزمروا لبعض على القهوة. وهلأ صار لازم نعرفكن على الجيران بيت الأزي. ميشلين جوزة بعده بالجيش وهي بلشت شغل عن جديد بجاردوري، عندها 4 أولاد. ماريلين عمرها 16 سنة، عايشة عارة وبتحب الموسيقى والرقص ودايما كأنه موجودة ومش موجودة. ريتا بتحب التمثيل والفوتبول كتير، ويلي أكتر شي بتحبه أنه تحرقس خيا شربل على الفوتبول، وأختهم الصغيرة بيا غنوشة البيت ومعلقة بإخواتها كتير. تعرفنا على العائلتين بحلقة اليوم، ومثل ما شفتوا في عنا ميشلين أزي، يعني ميشيل أزي وميشلين أزي، اثنين ميشيل أزي اليوم بالحلقة الله يستر. نستقبل سوا أول شيء عائلة أطوان يمين. عائلة أطوان يمين، الفريق الأول والفريق الثاني، عائلة ميشلين أزي. هلا ميشلين، هلا ميشلين، يا هلا يا هلا يا هلا. طبعا بيت أطوان يمين وميشلين أزي هن جيران وأهل أكثر من 20 سنة، بيعرفوا التفاصيل دقيقة. بنقول أهلا وسهلا فيكم. أطوان يمين شو أخبارك؟ ماشي الحال، كله تمام؟ كيف المعنويات اليوم؟ مرود. أيوة أطوان يمين، شو مهنتك؟ شو بتعمل؟ مبدئيا بعلم السواقة. أها حلو. بتسوق منيح كمان ولا؟ يعني بنضل نخلص حالنا، بنظبط فيها. ايه بنظبط. أنطوان حضرتك مجوز مع لورا، اهلا وسهلا فيك لورا، مدامته لأنطوان، كله تمام، علمك سواقة. ايه مزبوط. ايه أنطوان، هيك حسب ما عرفت، بس بتخاف كثير. بخاف معك. بتخاف بشكل لا يوصف. اها هالقد. موجودين معي اليوم أنطوان ولورا، وأيضا أمه لأنطوان، يعني حماتها للورا، مدام هنا، اهلا وسهلا فيك مدام هنا. ميرسي. شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف رضاكي على الكنة؟ رضا الله. وكيف رضاكي على الحمل لورا؟ كتر الله، ما في احلى منه. بدنا نقول انه أطوان ولورا بتمشفنا بالروبورتاج، عندكم بنتين الله يخلي لكم اياهم، هن توينز توم، وقاعدين معنا هلا مع الجمهور، بنرحب فيهم ونقول اهلا وسهلا فيكم. هلا شفنا العائله الاولى أطوان يمين وعائلته، العائله الثانيه ميشلين، ايه مش بس ميشلين، ايه ميشلين وأزي كمان، اهلا وسهلا فيك ميشلين وزقفه لها. ميشلين أزي طبعا مع عائلتها ماريلين وشربل وريتا، صح؟ اهلا وسهلا فيكم معنا بالحلقه اليوم.
مشلين أزة من وين أزة؟ نجية جيران يعني أنا من الضمور طبعاً. جوزك مش معك اليوم مسيو أزة، بنوجه له تحية لمسيو أزة. ما قدر يجي اليوم، بنوجه له تحية كثير كبيرة وبنقول له اليوم بأيدي أمينة يعني أزة وأزة. اليوم مش معقول نطلع خسرانين، يعني محلفك الحظ أطوان يمين إنه أنت جارة وأهل مع بيت أزة، يعني هيدي اليوم الحلقة رح تساعدك كثير العملية. كلناها؟ لا بالعكس، شو أكلتها؟ ما أنتم فريق واحد، إذا هي ربحت أنت بتربح. ما طلعوا ميشيل ومشلين اثنين يعني ميشيل واحد مش مخلصين. أنا بعرف. على فكرة بدي أقول كمان توني يمين اسم عزيز علينا كمان ومن العائلة، فكمان يعني ها قربنا، صارت العملية كثير مريحة. مارلين شو قصة الهيب هوب ويا وكذا؟ هيب هوب هي هواية عندي، بحب كثير أرقص. أها. بس في ناس ما بتتقبله، في ناس انه ما بتتقبل ستيل سواج وكاب وهولي. باخذ قصص نيجاتيف من العالم وباخذ قصص بوزيتيف، بس الاغلبيه نيجاتيف لانه اكثر شيء الصبيان بيتمسخروا على الستيل. الستيل كلاس انه تلبس كاب وسواج انه كثير غلط. شو بعرفني. شربل، هلا بشربل قد ايه عمرك شربل؟ 11 سنه. شو بالمدرسه شاطر ولا؟ شاطر كله تمام. وريتا قد ايه عمرك؟ 14. باي صف؟ ترازيام. شاطره؟ تقديم يعني السنه. يلا جود لك فازا، اهلا وسهلا فيكم بيت الازمه وبيت يمين. بس بدي اساله لانطوان شغله بتصير معه مرات. انطوان حسب ما عرفت هو بيعلم السواقه، بس كل ما بيظهر مع امه هنا هو دائما بيتولى مهمه فتح الباب، بيفتح لها الباب اذا بدها تفوت، بيسبقها يعني يفتح لها الباب. طيب انطوان اذا ساق بشي مره الباب برم، يعني مثل تبع الاوتيلات ومثل تبع هذا، شو بتعمل؟ يا حياتي على باب البرم ما اجمله. ليش؟ شو القصه؟ نزلنا من فترة أنا والوالدة. نعم الله يخليها لك. نزلنا على السوق بدها تجيب تيابه وهيك. وصلنا على محل الباب فيه برم، إزاز مقطع برم. ونزلت معها جارتها كمان. كمان؟ يعني أنا مش مخلص بوحدة. بدها تنزل يا ماما معنا أمبولوس. إيه أوكي ماما، تفضلوا. نزلنا. ونزل خيي معي بيساعدني، بتعرف انت. وصلنا، يلا فوتي يا ماما. فاتت الماما، فوتي يا طنط. فاتت الطنط. تفوت من هون تطلع من هون. اخر شيء قلت له لخيي، خيي ما شو بدها القصه؟ تعال اقول لك مش وحده انت وانا بك مش وحده. ومنفوتهم. منفوتهم ما لنخلص. كم برمي عملتي هنا؟ دختي على البرمي وتبرم وهنا تبرم وهنا تبرم. اربع برمات. خلص هلا مش الحال. ايه. فإذا رح نروح هلا من بعد ما سمعنا خبرية توني مع هنا، رح نروح إلى الروبورتاج الأول. بذكركم إنه بنشوف روبورتاج عن كل عائلة، ووقت اللي بنشوف روبورتاج عن بيت يمين، السؤال بيكون مطروح لبيت أزة، وإذا شفنا روبورتاج لبيت أزة، السؤال بيكون مطروح لبيت يمين. حلو هيك بس أنا بيت أزة، حس حالي يعني ضمن العائلة. بالبيت. وأنت مرتاحة بالاستوديو إنه شو إنه معنا ميشا ولا ميشو أزة من العائلة. رح نروح للروبورتاج الأول، الروبورتاج رح نبلش بالحلقة اليوم مع مشلين أزة. مشتين أزة وتحضير المتي. رح نروح للروبورتاج الأول والسؤال بيكون مطروح لبيت يمين. بنشوف سوا الروبورتاج الأول. المتي بتعني لي كتير لأنه ما بتنشرب بأنه مع حياة، بتنشرب أكتر شي مع الخاص، أهلي، عائلتي، يعني بدها قعدة بتنبسطي فيها. كيف الصبايا؟ ليش؟ شو شربي؟ يعطيك العافية مشلين، كيفك أنت والمتة؟ كثير منيح، بدي أعزمك عليها. أكيد طبعاً، أنا قد بتجيبي معك لهون على الاستوديو. بسيط. كنت عم بتقولي إنه ما بتنشرب المتة إلا مع الأصحاب، إلا يعني مع القرار كثير. متى قعدة لأن. أها. ومش مين ما كان بيشربها، يعني نحن بنشربها ما بنشرب قهوة. وأمتين تعلمتيها؟ من أنا وصغيرة. أنت وصغيرة، وشارب اللي عم بعق المتة، يلا. بتشرب كثير متة بتحبها؟ ما كثير بتشرب متة، بس للتصوير للكاميرا.
فإذا شفنا ريبورتاج المتي مع ميشلين أزي وعائلتها، رح نروح للسؤال الأول عن بيت يمين. توني جاهز للسؤال؟ لورا؟ أوكي. هنا؟ هلا ما في بواب تبرمه، كله جالس. أوكي؟ السؤال الأول بيقول: ميشلين إلى جانب طبعاً تربية العيلة والبيت بتشتغل بالجردوري، صح؟ بتروح على الجردوري حضرتك بتعلم الأولاد الصغار. السؤال بيقول: من أي ساعة لأي ساعة بتشتغل ميشلين بالجردوري؟ بدي اطلب من ميشلين تأيد على التابلو عندها وتخبي الإجابة قبل ما يعطوا إجابتهم، أوكي؟ فإذا من أي ساعة لأي ساعة بتشتغل بالجردوري ميشلين كل يوم، أو ما بعرف إذا أقل من كل يوم؟ على كل، من بعد ما تأيد فيكم تتناقشوا مع بعضكم، أكيد لورا بتصور لازم تكون تعرف. لورا أنتوا أصحاب كثير أنتوا ميشلين، بتزوروا بعضكم دائماً؟ يومياً ولا؟ يومياً كل يوم بتشربوا. بس هلا لأنه في مدارس وكذا بكون عندهم درس ما كثير بتروح. على فنجان قهوة ولا على فنجان متي؟ متي. على فنجان متي. كمان دائماً متي. قرعة متي. قرعة متي. قرعة متي. إيه. وأراجيل كمان. قرعة قرعة. قرعة. وأراجيل بالظهر. الصبح؟ لا. أوكي. بنقول على الصبحية. لا صبحية ما فيها. أوكي. مشغولين بتكون. فإذا كتبت الإجابة ميشلين، رح نروح لإجابتكم من بعد ما كتبت الإجابة ميشلين، شو بتقولي يا لورا؟ من أي ساعة لأي ساعة شغلة؟ هذا السؤال الأول، بذكركم لازم تجيبوا 7 على 12. بعدنا بأول المشوار. 7:30 لـ3:30. شو حظ؟ من 7:30 لـ3:30 كل يوم بالجردوري؟ من 7:30 لـ3:30، خلينا نشوف الإجابة من عند ماريلين. 7:30 لـ3:30، إجابة صحيحة. برافو لورا، ماشي معك يعني. معك الدوام صح؟ مش انه 3:30 مثلا، 3:30 كمان. كل يوم بتروح على الجردوري؟ من 7:30 لـ3:30، بيعذبوك الاولاد؟ ما في احلى من الاولاد. مين بيعذب اكثر، اولاد الجردوري ولا شارب والاولاد وريتا؟ بدها سؤال ميشو. بالبيت ايه؟ فاذا النتيجة صارت 1 بالـ1 كثير منيح، ماشيين لحد هلا تمام، بس ميشلين غير المتي، شو صار معك على صغر مرة قلت لك امك كانت عم تطبخ وقالت لك روحي نقز الطبخة، كيف نقزتيها؟ هي أول شيء شو يعني تنقز الطبخة؟ ما هي مع إنه أنا ما بعرف بدي نقزها. شو صار معك وقتها؟ كنت صغيرة أصغر من شارب اللي يمكن مشي 3 سنين. أها. من زمان كانوا يروحوا على الحقل ويطبخوا على النار يعني برا. على الفحم وال إيه على الحطب. على الحطب. مش على الفحم. أمي راحت على الحقل، راحت على الحقل الصبح. قالت لها لأختي الكبيرة إذا فيكي تنقز الطبخات اوعى تنسي تنقز الطبخات، أنا نايمة سمعت إنه تنقز الطبخات. قمت أنا بعد شوي رحت نقزتي يا رب رحت بدي نقزهم، فتحت طنجرة قلت واه بقلب الطنجرة. إنه شو بنقزوها يعني شو يعني لا كفي لك الخبرية. أوكي. إجت أمي بعد فترة يعني بعد وقت من الحقلة بتمشي هيك يا أنطوانيت لأختي الكبيرة نقزت الطبخة؟ قلت لها أنا إيه نقزت الطبخة، قالت لي ما طالعة الريحة شو قد إيه حطيتي لها مي؟ ما حطيت لها مي، قلت لي شو عملت؟ قلت لها فتحت الغطا قلت لها واه واه منيح الملبسينها وش بربارة مثلا وجيتوا واه هيك يعني بنقزوها بحطوا لها مي فإذا من يوم ورايح إذا حدا طلب منكم تنقزوا الطبخة يعني زيدوا لها مي مش تلبسوا وش بربارة فإذا النتيجة 1-1 بنروح على ريبورتاج الثاني ريبورتاج عن أنطوان يمين ودروس السواقة، مثل ما قال هو بيعلم السواقة، رح نشوف هالريبورتاج وبنرجع بالسؤال لمين؟ لبيت القزة، إيه يلا. أنا متقاعد من الجيش، بشتغل حاليا بالدوائر العقارية وتعليم السواقة. هاي دعسة الفريم، هاي دعسة البنزين، هيدا فريم الإيد، هيك على اليمين. هيك على اليسار هذا انتبه منعطف اولهما يمين قاطع مصلبيه بخصوص تعليم السواقه بحبها انا لانه عندي المام فيها ليش؟ لانه بالي كثير طويل يلا دعس بنزين عم تنجها للسياره يلا قرب انتبه 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 سياره فريم 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 على اليمين على الشمال وقف وقف فريم الحمد لله على السلامة، شو كنتوا فتوا بالسيارة؟ شو القصة؟ هيك بصير معك حوادث كثير مرات؟ ايه بتصير ايه؟ طبيعي. بس انتبهت شغلة أطوان بالريبورتاج إنه أنت وعم تعلمهم قلت له هيدا البنزين وهيدا الفريم، من زمان كانوا على الدبرياج بطلتوا تعلموا دبرياج؟ يعني فيتاس هلا كله أوتوماتيك صار؟ هلا بنمرسهم على الأوتوماتيك أها لحتى نشوفه اشتد شوي أوكي
قرب ما بده يعمل فحص ليطلع الدفتر بنعمل له كم جلسة على الفيتاس، لأنه لازم يكون ليأخذ دفتر لازم يكون بيعرف فيتاس كمان. طبعا بده يقدم الفحص على الفيتاس. فإذا شفنا الريبورتاج اللي فرجينا أنطوان يمين كيف بيدرب على السواقة، رح نروح للسؤال لبيت الأزة. تعرفوا أنه أنطوان بيدرب، هو بيعلم السواقة. السواق تعلمتي عنده ولا بعد ماريلين؟ لا بعد. رح تعلمي عنده ولا عند غيره؟ لا اكيد عنده. اكيد عنده. بس اذا هيك هلا سيارات وما سيارات، يعني رح نفوت بالسياره بس وقفته بارضه دغري. منيحه. السؤال بيقول كم درس بيعطيه للزبون او للتلميذ قبل ما يقدمه على الفحص؟ بدي اطلب من أنطوان تكتب الاجابه على التابلو وتخبيها بوقت بتجاوبينا مدام أزة او ريتا او شارب الأزة او ماريلين أزة او ميشو أزة. اليوم عندك واسطة بالحلقة. كم درس بيعطيه للزبون قبل ما يقدموا على الفحص؟ شارب اللي بيعرف عم بيفكر شو. أنطوان بدك تكتب الإجابة ثابتة ومن وقت. لا مش انت بدك تكتب، انت بدك تقول لي. نحن شارب اللي حكيني قل لي شو عم بتفكر. عشرة. لا 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 بدون ما تكتبيها. انت ما تكتبيها هني بكتبه. بس لكن خلص بليز أنطوان. خلصت اوكي وضابب الرقم. فاذا من بعد ما تشاورتوا شو شربل عم بفكر؟ 20. 20. بدنا جوابك من عندك مدام أزة. 10. شربل عم بقول 20. 20 بدك 20. مارين شو بتقولي؟ عشان تطلع عونيك ايش هيك انا ايش هيك بتقولي مثل شربل فافا شو بتقولي؟ يلا جاوبهم. مش لين جاوبك من عندك انتهى الوقت. 20. 20. مش لين بتقول انه 20 درس بيعطيه قبل ما يقدموا على الفحص. 20 يعني المفروض يكون صار يسوق كميون. على كل أنطوان خلينا نشوف الاجابه من عندك. هي 15 ولا 10؟ 15 درس. فرقت معك ولا على 5 دروز. بس لانه من بيت الأزة رح اعتبرها غلط. يعني شو عم نعمل؟ في مشاهدين عم بيتابعوا. 15 درس بتعطيهم مش كثير؟ 15 مرة ولا لا؟ إذا واحد ما بيعرف أبداً يمكن بتعطيه 15 درس. مش لين بتسوقي ولا لا؟ بتسوقي. فإذا الإجابة خاطئة صرنا سائلين سؤالين. شو هي النتيجة؟ قد إيه صارت النتيجة مع بيت يمين وبيت أزة؟ بنستقبل سوا شخصية عايشة معنا بالحي لتعطينا النتيجة. مدام روز، مدام روز، مدام روز، يعطيك ألف عافية، معزبينك اليوم جاي لعنا، كيف صحتك اليوم؟ ماشي الحال؟ مدام روز طبعاً الخياطة موجودة معنا بالحي بدها تعطينا النتيجة بس جايبة معها شو حاطة؟ العجقة. العجقة. العجقة فصلت واللبقة خيطت، حلو تانت روز، حلو تانت روز، بس هيدا مثل مش هيك؟ العجقة فصلت واللبقة خيطت، يعني عم تعمل دعاية لحالها. إذا عندكم شيء هيك كروشيه أو شيء بتبعتوه لعند تانتروز، بس تانتروز نحن بدنا النتيجة مش بدنا أوكي. النتيجة 1-2. ميرسي لك مدام روز، مدام روز يعطيك العافية عم نعزمك معنا تجي لعنا على الاستوديو. فإذا مشاهدينا النتيجة 1-2، عم نمشي خطوة وحدة من خطوتين، بدنا نحن نجيب 7-12 بين بيت الأزة وبيت يمين. شو رح يصير بعد البريك؟ مزيد من الروبورتاجات ومزيد من النقط ومزيد من الشخصيات بعد البريك بالجار قبل الدار. خليكم معنا. نرجع لكم مشاهدينا وحضورنا الكريم لمتابعة حلقتنا اليوم من الجار قبل الدار مع عائلتي يمين وأزة يلي صار لهم أكثر من 20 سنة جيران، وهن مثل الأهل بمنطقة عوكر وبيعرفوا تفاصيل دقيقة بس مش لدرجة إنه يجيبوا 2-2 لأنه النتيجة صارت 1-2. بنذكركم إنه لازم يجيبوا 7-12 ليربحوا معنا كل عائلة 3000 دولار من عند بطل ديزاين مفروشات، أما إذا ما جبتوا 7-12 أكيد ما حدا بالجار قبل الدار بيطلع خسران لأنه إلكم جايزة طردية بس كمان منيحة مش عاطفة. جاهزين؟ نتيجة 1-2. بنروح للروبورتاج الثالث، والروبورتاج الثالث قبل ما أطرح السؤال ونشوف الروبورتاج بدي أسأل أمه لأنطوان حماتها للورا. تفضل. لورا نزلت حماتك من عين دارة من فترة مزبوط؟ كنت عايشة بعين دارة ونزلتي على المدينة، وحسب معرفتي هنا انه وقت اللي رحتي لتعملي شوبينج اول مره
حسيتي انه ما حدا من اهل المدينه بيعين عم بيردوا عليكي؟ يعني رحت لتشتري ثياب او شيء فما حدا كان عم يرد عليك، شو صار معك؟ ليه؟ هلا نزلنا من الضيعه وكان لنا زمان وتوفى عنا واحد بالضيعه، بدنا نطلع ما في ثياب سود، رحنا نبرم لنجيب قطعه سعودي فستان او تيار او حيال. مشينا انا وولادي بهالسوق محلان كان معك اطوان كمان؟ ايه ما لقينا شيء يعجبنا. في محل لفت نظري انه في زلمه واقف، قلت انا هالزلمه هقته مرتب لنساله. قربت قلت له انا مرحبا، ما رد. كيفك؟ ما رد. عندكم ثياب سود؟ ما رد. فقلت له وشو لابس اسود كان ولا؟ مرتب لحامل مسبحه وصبط اسود عم يلمع عم بيسبح ولا؟ وبدلي سعودي وله شوارب هلا لمن ما رد؟ قلت له انا وعمش عندكم محل ما بدكم تردوا على العالم، ما بقى بدي اشتري من عندك فلاك. ما حكي معك كمان؟ لا بلا، ما قال لك انه خليكي كذا. كانوا جوا اصحابي المحل ظهروا قالوا لي مدام مدام تفضلي يا عمي انت عم تحكي مع الملوكان هذا. ايوه. الشخص وقف هيك يعني انت مرحبا هو ماشي ما رد. ما انا سالتك عم بسبح؟ كان حامل المسبح بس عم بسبح ولا لا؟ بس موقفها ايه؟ بتل. هلا خلص صرت تعرفيهم من بعضهم بتميزيهم. رح نروح للبورتاج الثالث، والبورتاج هو عن ماريلين ازي وكيف بترقص هيب هوب. بنشوفه سوا وبنرجع بالسؤال لآل يمين. صار فينا نعمل فيديو كليب؟ اكيد. ايه حسيت هذا الريبورتاج فيديو كليب؟ ملينا رقصه صغيره من عندك. ايه اوكي مان جيف مي فايف. ماريلين عم بتقولي انه اصحابك مرات بيتسالوا عليك على الرقصه، بس انه قديش جرأه كمان تعملي تصوير على التلفزيون وتطلع فيه عم ترقصي. ما هي الهيب هوب لازم يكون عندك تعطي انرجي اللي وتكون كثير هيك قدام العالم، ما تخاف من حدا وتكون شخصيتك قويه. برافو ماريلين، يعطيك العافيه. شفناها لماريلين بهالريبورتاج. رح نروح للسؤال لعند بيت يمين. بتعرفوا انه ماريلين ترقص صح؟ منشان هيك رح نطرح السؤال، نحن عم نتحرك. السؤال بيقول انه رح نستقبل سوا هلا صبيتين بالبرنامج، هن لارا ويارا. لارا ويارا، يا مع الهيب هوب. يا يارا ولارا، اهلا وسهلا بالصبايا. الصبايا عادة بيجوا لعنا لابسين تنانير، بس اليوم لابسين بلطنين. شو اخباركم؟ تمام؟ كله تمام؟ طيب، اليمين شفنا هالصبيتين الحلوين لارا ويارا لابسين بنطلونات. السؤال بيقول اي بنطلون هو لماريلين ترقص فيه هيب هوب؟ بدي اطلب منك ماريلين تكتبي كتبتي يمين او شمال، يعني يارا او لارا. يارا او لارا تكتبي يا 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 لارا يا لارا يا 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 يارا يا لارا. زبطت اوكي. شو لورا بتشوفيها مرات لماريلين بالحقيقه عم ترقص ولا لا؟ مره شفتها. شفتيها مره واحده. هنا كيفك مع الهيب هوب؟ بحب. شو أطوان؟ طيب هلا بتصور أكثر شيء لورا لازم تعرف، أي بنطلون يارا، سوري يارا ولا لارا؟ مزبوط يارا اللي لبسته يارا. هل هو اللي لبسته يارا أو يلي لبسته لارا؟ رح نروح لعند ماريلين لتعطينا النتيجة، والنتيجة لارا. بس على فكرة قراب كثير لبعضهم مزبوط؟ يعني بس مغير شوي الألوان وهيك. هيدا خاص للهيب هوب ولا عادي؟ عادي مش هيك؟ فاز إجابة خاطئة صبايا. ثانك يو، ثانك يو ليارا وثانك يو للارا، ميرسي لكم. فإذا النتيجة يا جماعة شو؟
واحد على ثلاثة إذا نكمل هيك. في تعادل بالجيران. في كمان إيه. غلطة من هون غلطة من هون. واحدة صح واحدة صح. أنطوان بدنا نشد الهمة. ما لا تشوف قديش بنحب بعضنا. إيه ما في. يخسروا هن بنخسر نحن. يلا بدنا نروح للسؤال الرابع، الروبورتاج الرابع لازم نجيب هلا نقطة منيحة، الروبورتاج الرابع رح يكون موجه لبيت يمين، عن بيت يمين وعن مين؟ عن لورا وحماتها هنا. اوكي رح نشوف هالروبورتاج، بنرجع بالسؤال لبيت أزي ليعلوا النتيجة ويرفعوها إلى 2. بدي غسل بعد ما لحقت حط غسيل، بدي اطبخ بدنا ناقصني غير مغاره بدي انزل ديما من الدكان لحتى لحق ارجع اطلع اجيب الاولاد. ولا مسالفه العم هلا انا بجيب لك الغراب. مش عم لحق ابدا. يلا. طب اعملي معه بتبروق ولا اعطيكي مصاري؟ لا ما عندي مصاري ما بحب. تغير هوانا سعر كل شغلي غلي. قد ايه اللوبي؟ أتغير لا ما ببيعوا ب 2005 وسعر كل شغلي غلي 3.5 2000 عم نجيب كتير ما حدا بيرد ولا حدا بيجي يساعد ولا شيء عادت إلي الباذنجان قدك عادت إلي ما في شيء تحت الثلاثة كله من الثلاثة وطالع اسمع اسمعي هيدا الخاص الفرنسي قدار كل شي عم يغلى ويزيد وفي تحت 3000 شي اسمعني اسمع شو يا هنا مش عاجبك شي بالمدينة ايه؟ أول شي الزلمة هيداك ما كان عم يحكي معك لا وهلأ بالأسعار 3 لا 2000 2000 لا 1000 ألف لا ببلاش شو قرر ما في شيء عاجبك بالبضاعة؟ لا دايما بتتحوج لك حماتك ولا هي اللي بتعمل ال ايه دايما ايه. وعايشين سوا بنفس البيت؟ كنا عايشين ايه من الوقت اللي نزلت من عين دارة اوكي ما رح نقول شو هلا رح نروح للسؤال لبيت الأزة يا جماعة مشلين وأزة بدك تربحي مجبورة أكيد يا ميشا أنه ما في ميشا أنه ما ايه وميشا شو يعني اليوم الحلقة عم نعمل ميشو شو وميشا شو فبدنا نربح يلا رح نروح للسؤال ركزوا كتير منيح السؤال بيقول هنا بتعرفوها طبعا حماتها للورا وامه لطوني نزلت من عين دارة لتعيش بالمدينة اي سنة نزلت من عين دارة بدي اطلب منكم تكتبوا الاجابة طوني وهون مش لينا بضحك وماريلين شو ما بتعرفوا ولا بتعرفوا لا ما اعرف ايش شو شرب لقيته صعب السؤال انه اي سنه نزلت قبل ما يخلقوا اوكي كتبت الاجابه يا اطوان كتبت انا منغيرها بهالوقت عم يتفاوضوا ماريلين ومشلين واما وشرب المتابع وريتا متابعه من بعيد شفت انا مطمن هلا بدخل الاولاد مبلا مبلا شو شرب عم كانه حسك انت اللي حافظ عمتي مبلا مبلا يلا قبل ما يخلقوا شو صار في جواب من بعد مفاوضات بالعيلة بنقول الله بنقول الله يلا شو بتقولي اعطينا الجواب مشي 10 سنين مشي 10 سنين اي سنة نزلت لا يعني نحن هلا 2015 يعني 2005 قبل ما يخلقوا خلينا نشوف الإجابة قبل ما يخلقوا 2000 ولا مشلين 1976 نزلت من عند دارا عامل لك قبل ما يخلقوا الاولاد يعني اي سنه شفتي للزلمه واقف هيك قديم كثير ولا جديده ثمانينات ها ما هي ثمانينات 1976 كمان اجابه خاطئه يعني النتيجه صارت 1 على 4 يا جماعه لا مخوطره القصه مخوطره نحن بدنا نجيب 7 على 12 انت ما خصك ايه بس كمان هنا يعني قد ايه عم بتصير معها قصص خبروني كمان انه بموضوع التياب صار معها قصه وموضوع الباب صار معها قصه وراحت مره قررت انه هيك رايحه لعند توني تجيب لهم شويه حلو هلا شو بدل ما تشتري حلو اشترت مرايه كيف شو صار معك هنا قصه الحلو لا كنا عم نشتري عشانين تياب مشان صغار اها هلا بيرمين معي هن الشباب اولادي
قلت له نمينا شف قلبنا بدنا ننزل نشتري حلو في هذا محل حلو هون فيها درجتين ثلاثة بينزلوا له صغير المحل بقى فحاطته سدر واحد انا شو فكرت انه ممكن يعني كتار لان في مرايه قلت له انا لا هذا مش طازه بدي من هوديك قال لي كيف هذا مدام ما في غيره قلت له لا بلا في غيره ليه بدك تعطيني منها بيكون عتيق بدي واحد انا إيه بدك من واحد من المضبوبين جوا يعني شال الزلمه ارمني بكته بدي هني طازه قال لي طيب مدام انت بروح بدلني منين بدك بياخذ انا رحت فتها شو فكر انا شو عرفني انه مرايات شكات اصبعي طلع بالمرايه اه بدلني على الجواني وهي محطوطه على المرايه مشاهدينا من شوي كنت معنا مدام روز اجت وعطتنا النتيجه 1-2 هلا مين بده يعطينا النتيجه وباكد لنا انه النتيجه 1-4 بنستقبل سوا شخصيه جديده بالشارع عنا بالجار قبل الدار اوه اوه الباليرينا تاتيانا هاي باليرينا شو هالحلو هذا شو هالحلو باليه كلاسيك ومودرن اه اوه حلو حب واو بس خلينا بليز نشوف النتيجه نتيجه بعد 1-4 انا اكثر من هيك اكثر من هيك بتخلص الحلقه هون مشاهدينا بريك من بعدها منتبع مع بيت الأزة وبيت يمين قد ايه النتيجه لتصير للسبعة على 12 كل هالشي بتصير بالجار قبل الدار خليكم معنا نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة الجار قبل الدار مع ضيوفنا اليوم العائلتين عائلة يمين وعائلة تزة قبل البريك طبعا كنا عاملين هيك مع الباليرينا تاتيانا وضليتني هيك ليعطيني التوب المخرج ومش عم يعطيني اوكي هلا زبطت مش الحال مكملين احنا وياكم النتيجة 1-4 بين العائلتين شو بده يصير هلا بعد في عنا سؤالين لنرفع النتيجة على 3 من 6 لانه بالمرحلة الأخيرة في عنا الروبورتاج الأخير وبيدخلوا في 3 أسئلة كل سؤال على نقطتين مش لين أزة ميشا ميشا بدنا نشد الهم شوي اوكي وانطوان يمين كمان يلا بدنا نرفع النتيجه لنربح 6000 دولار مقدمين من عند بطل ديزاين برجع بذكر في حال الخساره ما حدا بيطلع خسران بالجار قبل الدار بيطلع لكم طبعا جوائز طرديه وحلوين كمان رح نروح للروبورتاج الخامس الروبورتاج الخامس عن اولادهم لانطوان ولورا يلي هن صبيتين كثير مهضومين ريتا وماريا هن توينز توم الله يخلي لكم اياهم رح نشوف هالروبورتاج عنهم وبنرجع بالاسئله لمين لبيت الأزة ايه يلا انا عندي توينز هن ريتا وماريا عمرهم 4 سنين وهلا تاني سنه مدرسه يا بنات يا بنات يا بنات ماريا هيك هاديه بتحب على طول هيك تكون مس فاشن تستحي كثير طبعا خجول يعني ريتا هيك همشريه على طول عندها حياه يعني بالبيت بتكون معبيه البيت يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات ريتا وماريا الله يخلي لكم اياهم طالعين شقر كمان لامهم مزبوط هنا شو كيف رضاكي على الاولاد قد ايه بتحبيهم رضا الله كثير الله يخلي لكم اياهم وتضلكم فوق راسهم تعرفنا على ريتا وماريا نحن بالروبورتاج بس انتم اكيد مش لين بتعرفوهم السؤال هلا رح يكون عن ريتا وماريا بس مين بده يطرح علينا السؤال ومين بدنا نشوف بدنا نستقبل سوا يارا ولارا مع شقفة من الدرامز كمان يارا ولارا كل وحدة بإيدها حاملة آلة موسيقية اليوم كله هيب هوب هودي الدرامز شقفة من الدرامز مزبوط yeah. عنا يارا وعنا لارا يارا حاملة الدرامز الأحمر ولارا حاملة الدرامز الأبيض
اي درمز من هالدرمزين هو درمز التوينز؟ بدي اطلب من اطوان او لورا يكتبوا الاجابه قبل ما مشلين تعطينا الاجابه النهائيه. بتصور هون شرم لازم يتدخل هو ريتا، لانه اكيد بتعرفهم لريتا وماريا صح؟ وبتشوفهم عم بدقوا وكذا وعم شفناهم بالريبورتاج. اي درمز من هالدرمزين هو درمزون لريتا وماريا؟ شو شرم؟ الابيض يلي مع لارا. يلي مع لارا. هلا الجمهور زقف بس بعد ما عرفنا الاجابه الصحيحه رح نروح لعند اطوان يمين ونشوف الاجابه الصحيحه. ان شاء الله يكون الابيض. الابيض! واخيرا واخيرا يا اطوان هلكتنا هلكتنا يا اطوان هلكتنا. واخيرا الابيض فاز الاجابه الصحيحه اللي كان مع لارا. ثانك يو لارا ثانك يو يارا. النتيجه بنرفعها ل 2 من 5. يعني انا على اعصابي انه بيت الازي عم يخسروا اليوم يا اخي ما بصير. اخذنا نفس اخذنا نفس تنفسنا الصعداء. هلا رح نروح الى الروبورتاج السادس. بالروبورتاج السادس رح نشوف روبورتاج هالمره عن ريتا وشربل يلي قاطعين نفس بالحلقه بس عم بيواجهوا شو كل شوي بسال سؤال بصيروا بس بعد ما سمعنا صوتكم ريتا ولا كلمه. مرحبا ريتا. هاي هاي ريتا شو العيله؟ ازي انا بنت ازي مزبوط. إيه انت بنت لمشلين صح؟ شربل حسيتك فوتبول وما فوتبول وكذا مزبوط؟ كمان شربل شو العيله؟ ازي كمان ازي انا ازي اربح شربل. فاذا رح نشوف ريبورتاج عن ريتا وشربل ازي وبنرجع بالسؤال لانطوان يمين وعيلته. أنا كتير بحب الفوتبول وأكتر فريق بشجعه هو البرازيل وأكتر شي بحب أنه حارق سخيه. شو بدنا نكسركم راسكم اليوم؟ عم تحلمي أصلاً يا حبيبي رونالدو أقوى من ميسي. نحن فريق أقوى من فريق. يعني إذا ريتا مع البرازيل سوري لكل المشجعين البرازيل إنه بدي أقول لهم إيه عن جد عم تحلم لأنه من بعد آخر مونديال يعني شفنا على كل بعد آخر مونديال تورمنا إيه خلق شكلك كمان على البرازيل. لا ريتا أنا إسبانيا ريتا إيه طبعا شربت. شو قصة الأوراق بتعوجهم بتعمل لهم طابات وكذا هيك تلعب فوتبول ولا بتلعب فوتبول بالطابة؟ إيه تلعب فوتبول بالأوراق ولا بالطابة؟ شوي اوراق شوي فوتبول بس تلاقي اوراق اذا ما في طابه بدنا نظبط طابه ونلعب فيها. هيك كنت اعمل انا وصغير كمان كنت دائما العب بالفوتبول وبالطابه نظبطها ونصير نلعب فيها. على كل السؤال هلا اطوان بتعرف انه شارب المولع بالفوتبول وبحب الفوتبول كثير بتعرف هالشيء. انت مع مين بالمونديال؟ اوكي خلص وصلنا للجواب. الماني لا منيح الماني تمام بس حسيتك مع البرازيل هالسكوت هيك. لا اوكي رح نروح للسؤال. بيقول مع اي فريق شربل بالمونديال؟ اي فريق بشجعه؟ نحن بنعرف انه ريتا للاسف مع البرازيل. شربل بدي اياك تكتب اوكي ومنسكرها. فاذا انطوان نتيجه 2 من 5 يا منصير 3 من 6 يا منضل 2 من 5. واذا صرنا 2 من 5 بصير وضعنا شوي صعب بصير بدنا 3 اسئله صحيحه 3 اجوبه صحيحه بالمرحله الاخيره. انا مع مين بالمونديال؟ رواق ما بتتابع كأس العالم؟ لا مرتاح. مع مين؟ انا بقعد حكم مع لا بدي حكم مع ايه بالبيت خلص يعني بتصور المفروض ما بعرف لنشوف هلا ريتا مع البرازيل ماريلين برازيل اكيد يا حلا اوكي شو يا اطوان شو بتقول؟ هلا بما انه بيتخانقوا مع شربل يعني شربل المفروض اكيد ضده. شو يا اطوان مع مين؟ الماني الشاب. ألماني الشاب، هل هي إجابة صحيحة أو لا؟ شرب الألماني هو طبعاً لبناني بس بشجع أي فريق؟ بشجع سبين. إسبانيا إسبانيا كومستاس تيسترانيو شربل مع اسبانيا مش مع المانيا يعني على طول بيخزلني هالصراحة. انا بنصحك وقت اللي بيكبر ما تعلمه سويقه. لا ما راح اعلمه. شربل مع اسبانيا فاز الاجابه كمان خاطئه. شو القصه يا جماعه؟ 2 من 6 2 من 6 يعني هلا بالمرحله الاخيره رح نشوف ريبورتاج واحد رح يكون ريبورتاج عن شخصيه بتعرفوها اثنيناتكم هو الفريق الثالث او ثيرد بارتي.
بهالسوق بهالريبورتاج رح يكون في ثلاث اسئله، كل سؤال على نقطتين. انتم معكم هلا نقطتين على سته، يعني لازم تجيبوا مينيموم خمس ارقام لتصيروا سبعه، فاذا بدكم ثلاث اجابات صحيحه بختام الحلقه، أوكي؟ اوكي؟ يعني هيدي هي النتيجه هلا، اثنين من سته صار الوضع صعب. وقبل ما نطلع بريك بدي اروح عند مدام ازي واسالها، بما انه شربل بحب الفوتبول كثير وهيك، بتضيعيه مرات مثلا؟ بس تضيعيه وين بتلاقيه؟ ملعب الفوتبول مثلا او وما بدك بلاقيه؟ من كان صغير انه قد ما كان كثير هيك سريع، فقدنا شربل. وين شربل؟ سمعنا الاسانسور عم يطلع وبينزل، عمره كان مش واصل للسنتين وشي. وين شربل؟ الاسانسور عم يطلع وبينزل، خمس دقائق ما عم بوقف الاسانسور، طالع نزل طالع ما بوقف الاسانسور. تلا شربل حسب الله عليك ضيعتوه بالاسانسور يعني. وعلى السنتين كيف طبت الكبسات؟ ما طلع على الطاوله، على الطاوله، على الطاوله بالاسانسور؟ جيب طاوله حسب الله عليك. انا قلبي بيكون هيك طلع لا مظبط حاله حاطط وضع. عندك هوايه الاسانسور يعني تطلع وتنزل ولا شو؟ اها ريتا بتضيعها شي مره ولا لا؟ ريتا هي صغيره كنت على طول ضيعها كمان تحت المجله. في مره ضيعتها وين لقيتها؟ بالغساله. بالغساله مدورتها؟ لا لا قاعده فيها. انا ركبت عليها. ماريلين اذا ضايعيها بتعرف ما بعرف وين بتلاقيها. بتكون ماريلين مرة ضيعت بتكون على الرأس. فاذا الوضع خطير، رح نتوقف بريك، بس قبل البريك بدنا نشوف. شفنا مدام روز وشفنا الباليرينا تاتيانا، مين رح يعطينا النتيجة الثالثة؟ بنستقبل سوا شخصية الحي. الفوتوغراف، فوتوغراف الحي. بدنا صورة، بس صورة مع بيت أزة. أوكي صورة مع بيت أزة. أوكي صورة مع بيت يمين. أوكي عم صورهم لوحدهم جاي أنا. أوكي البنطلون الحلو. صورة مع بيت يمين. أوكي أوه هون ولا هون ولا. وصورة خاصة بليز مع هنا. أوكي ثانك يو ثانك يو ثانك يو لنصور. بس جاي عم بتصورنا وشو حاطط دخلها. أوكي بعد وحدة سي تشيز. اوكي بعد مره سي تشيز لبكره رح نضل هيك، بس نحن بدي عزمك نشوف النتيجه. اثنين اثنين على سته، الوضع خطر. ثانك يو لك ثانك يو. رح يرجع يروح على الاستوديو تبعه. مشاهدينا النتيجه اثنين على سته، يعني وضعهم صار صعب بالمرحله الاخيره. بالمرحله الاخيره بذكركم انه رح نشوف ريبورتاج للثيرد بارتي او الفريق الثالث، ومن خلال الريبورتاج ثلاث اسئله، كل سؤال على نقطتين. شو رح يعملوا بيت الازي وبيت يمين كله بعد البريك؟ ودائما بنقول الجار قبل الدار. جار قبل الدار، جار قبل الدار، ما نحن اخترنا الجار قبل الدار. ما في جماعتنا، ما في شي بيفرقنا، ما نحن اخترنا الجار قبل الدار. نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا اليوم من الجار قبل الدار، والنتيجة على الشكل التالي مع بيت يمين وبيت الأزي. هن جيران من أكثر من 20 سنة ومثل الأهل، وبيعرفوا تفاصيل كتير دقيقة عن بعضهم. إنما النتيجة 2 على 6، الوضع صعب لإلهم، عليهم إنه يعطوا ثلاث إجابات صحيحة من ثلاث أسئلة بالروبورتاج الأخير. الروبورتاج الأخير مش لين أزي وأطوان يمين وعائلتهم. بدي اقول انه الريبورتاج الاخير ما راح يكون مصور عن بيت الازه ولا عن بيت يمين، راح يكون عن ثيرد بارتي او الفريق الثالث، شخص مشترك بتعرفوه بالحي عندكم، صديق للعائله، وهو اليوم اللحام جورج ماضي. أيوة. صور ريبورتاج وطرح عليكم ثلاث اسئله. راح نشوف ريبورتاج اللحام جورج ماضي وبنرجع بالاسئله المشتركه للعائلتين. اسمي جورج ماضي، أنا عندي ولدين، قاعد هون بيت شعار كمان بالبلفي. تعلمت المصلحة تحت إيدي المرحوم بيي، فتحت لحالي بسنة 1996. مجال تحية للحام جورج ماضي. اسم الله جورج. اه لحام لحام مظبوط. جورج مش حيالله. ايه لا جورج. ف
فاذا شفنا هالروبورتاج عن جورج ماضي، بتشتري لحماتك من عنده، كيف لحماته كله تمام؟ خاضع لوزارة الصحة اكيد كمان. أنطوان بتشتري من عنده كمان؟ علمته سواقة لجورج ولا لا؟ لا بده من يعلمه. فاذا شفنا هالروبورتاجات وعندنا هلا ثلاث اسئلة خاصة بجورج ماضي. بذكركم هون انه الاسئلة للعائلتين رح تنطرح ولازم تعطوا اجابات موحده، يعني نفس الاجابات، نفس الثلاث اجابات، حتى لو كنتوا بالبدايه مختلفين بالاجابات، ترجعوا بتحكوا مع بعضكم على الهواء وبتتفقوا على ثلاث اجابات موحده، اوكي؟ الاسئله الثلاثه هن: باي سنه فتح جورج ماضي الملحمه ببيت الشعار؟ 1996. بدنا نكتبهم كلهم على التابلو. السؤال الثاني: باي سنه بيو فتح اول ملحمه؟ ما قال. والسؤال الثالث: كم عجل بقر بيذبح بالاسبوع؟ لك شرب العصب شو هيدا؟ ما بدي اعرف. فينا نحكي جورج؟ فينا ننتقل ونستعين بصديق منيحة. فإذا أي سنة فتح الملحمة ببيت الشعار؟ أي سنة بيو فتح أول ملحمة؟ والسؤال الثالث: كم عجل بقر بيذبح بالاسبوع؟ نكتبهم إجابات على التابلو. بتصور في سؤال كتير هين مرق معنا بالروبورتاج. بتصور 96. يعني أنا نفس مية نفس سيس هو فتحها. سيس على يعني كتير 1965. فإذا أي سنة فتح الملحمة ببيت الشعار؟ بأي سنة بيو فتح أول ملحمة؟ وكم عجل بقر بيذبح بالأسبوع؟ اوكي انطوان بدك تعجل شوي لانه بلش الوقت ينتهي. السؤال الثالث شو؟ مشلين خلصتي الاجابات الثلاثة؟ اوكي وانطوان كمان السؤال الثالث: كم عجل بقر بيذبح بالاسبوع؟ هلا اكيد رح نشوف الاجابات، ترجعوا بتوحدون مع بعضكم. يعني اعطينا اجابة هلا. اوكي خلينا نشوف الاجابات بليز لو سمحتوا من عند شربل. شربل بيقول انه لا برمى هيك شوي. اوكي فتح الملحمة ببيت الشعار 1996 كتب جورج. أول ملحمة بيو فتحها بال 76 وكم عجل بيذبح؟ 7. لنشوف عند أنطوان. 1996 جورج فتح الملحمة، بيو فتح بال 75 وبيذبح 3 عجولة بالأسبوع. طيب بدكم توحدوا الإجابات، أي سنة فتح الملحمة ببيت الشعار؟ فيكم تحكوا مع بعضكم ما في مشكلة. نعم بال 2006 بيت الشعار فتح فوق حد لا ما هو قال سنة 1996 لا لا ب 96 صار هو يشتغل لحاله. بركي أول ملحمة لإله فتحها بال 96 بس أول ملحمة ببيت الشعار. بس الملحمة تبع بيت الشعار فوق 2006 2006 شو بصر بين سنين بلكي بيو بيو أي سنة 75 ولا 76 76 76 وحطوها كم عجل بقر بيذبح بالأسبوع؟ 3 ثلاثة بس كتبتوا ثلاثة كمان؟ نعم اوكي. من بعد ما توحدوا الاجابات بين العائلتين رح نرجع نشوفهم سوا، بنشوف انه فاذا جورج فتح الملحمة ببيت الشعار سنة 2006 2006 غيرتوها. بيو فتح بال 76 اول ملحمة لإله وكم عجل بيذبح بالاسبوع؟ 3. هودي اجابات العائلتين، بتمنى من قلبي انه الاجابات الثلاثة يكونوا صح لنربح الجوائز بقيمة 6000 دولار. رح نروح للاجابات وجورج ماضي هو شخصيا رح يعطينا الاجابات الثلاثة. فتحت بال 2005 بالمنطقة صار 9 سنين. فتح المرحوم بيي بسن الفيل سنة 1977. كانت بسن الفيل على مقطع السكة وكان عنده فرع تاني حد معرض بيروت هول. بنذبح بالجمعة عجلان بقر. لا يا جماعة لا يا جماعة لا 77 ما رح تشتري لحمة من عنده. أول شيء أي سنة فتح الملحمة ببيت الشعار؟ 2005 أنتوا كاتبين 2006. بأي سنة بيو فتح أول ملحمة؟ بال 77 أنتوا كاتبين 76. وكم عجل بيذبح؟ عجلين أنتوا قايلين ثلاث عجول، يعني ثلاث إجابات غلط. غلط بس هنا. طيب يلا إجابة صح رح مر لك بس بعدنا تحت السبعة على 12. يعني مشاهدينا النتيجة هي 2 على 12، كنتوا كثير بعاد لتوصلوا على 7 على 12، يعني ما ربحنا 6000 دولار بس أكيد
ما حدا بيطلع خسران ببرنامج الجار قبل الدار، كل عيلة من العيلتين لهم جائزة طردية من البرنامج عبارة عن $500 كاش لبيت يمين و $500 كاش لبيت أزم. قلتوا ألف مبروك لكم، رح أطلب منكم تجوا لعندي أنطوان والعيلة ومشلين والعيلة تنضموا لإلي لنختم الحلقة اليوم. الحلقة كانت مع مشلين أزي وميشو أزي وأنطوان يمين وعيلتهم. مدام أزي مشلين أهلا وسهلا فيكي. ماريلين، ماريلين بالختام للقصة أوكي، شارمين أوكي، وريتا هنا اهلا وسهلا فيك شرفتي. انطوان كمان يلا كل عافية. لورا ثانك يو لك، اهلا وسهلا فيك. فاذا مشاهدينا مع بيت يمين قام نطلب من التوينز يجوا لعنا. تعوا 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 يلا بسرعه 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 بسرعه. والثالثه مين معهم؟ كمان في مين شو اسمها؟ بيا بيا وريتا وماريا. ماريا وريتا هن التوينز لبيت يمين. وبيا ازي كمان. بيا شو عائلتك؟ شو عائلتك؟ أزي. أنا أزي. مشاهدينا مع ميشيل أزي نوصل لختام حلقتنا اليوم. لقانا الأسبوع المقبل مع عائلتين جديد وجيران جديد وجوائز جديد. وبنقول دايما الجار قبل الدار. إلى اللقاء.